بدأ العد التنازلي لمباراتي منتخبنا الوطني أمام الفلبين ضمن تصفية كأس العالم، ومعه بدأت التكهنات تظهر على أسطح السوشيال ميديا. وهنا نتحدث عن دعوات اللاعبين للمنتخب الوطني بعد تجربة كأس آسيا، حيث انتشرت صور اللاعبين كالنار في الهشيم، وكأن قائمة كاساس مفتوحة لا حد لها، بدليل إن حصريات المدونين صارت 10 بربع. كاساس ورغم القيل والقال والخاص والحصريات التي لا تنتهي، إلا إن الرجل هادئ ويعرف أين يضع صنارته. وآخر ظهور له كان في ملعب تورينو الإيطالي لمتابعة اللاعب آدم رشيد في التفاتة ذكية لتنشيط الخط الدفاعي على المدى البعيد، ويقينا إنه وضع أمام كل لاعب بياناته وإحصائياته ثم غربلته قبل توجيه الدعوة له بشكل رسمي. بعد تجربة كأس آسيا أصبحت الصورة جلية أمام المدرب الأسباني، فقد بان الخيط الأبيض من الأسود فيما يخص مكامن الخلل، والمدرب حتما أدرى بها ودون في دفتر ملاحظاته كل صغيرة وكبيرة. بالتالي فإن القائمة الجديدة لمواجهتي الفلبين ستشهد بلا شك دعوة وجوه جديدة نحن بأمس الحاجة إليها لترميم الخطوط وإضفاء طابع القوة في طريق التصفيات، أملا في تحقيق الهدف المنشود.